بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم ضيوفنا ومشاهدينا الكرام، ونحن نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من عمر جريدة البصائر العراقية، حيث الرأي الشجاع والكلمة القوية والفكرة التي لا تموت. 20 عاما من الجهد والجهاد والثبات الذي تجاوزت الصحيفة به الكثير من العوائق، وتحصنت فيه من أن تنزلق أو تنحرف عن استقامة المسار وصراط المبدأ المستقيم. نحتفي بجريدتنا الغراء وهي تكمل من عمرها اليوم 2 عقدين كاملين أظهرت فيهما ما عجزت غيرها عن الإتيان به، ولربما لا تفي الكلمات الوصف المقصود في مساقات المدح والثناء ونعت منبر فذ اسمه جريدة البصائر. في هذه الندوة نحاول أن نسلط الضوء على بعض من مناقب هذا المنبر برؤية مشفوعة بتأريخ وأحداث لا تفارق ذاكرة العراقيين ومن حباهم الله تعالى فهما منضبطا وموقفا معتدلا ذا إنصاف وتجرد. ويطيب لنا في قسم الثقافة وقسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق أن نستضيف الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في الهيئة، الذي لبى دعوة القسمين مشكورا، وهو جدير بأن يكون مثابة هذه الذكرى ومشكاتها. سوف يدور محتوى هذه الندوة على 5 محاور إن شاء الله. المحور الأول: فكرة التأسيس وتحديات الانطلاقة. المحور الثاني: رقم البصائر في ساحة الصحافة العراقية في ظل الاحتلال. المحور الثالث: خطاب البصائر بين المحتوى الصحفي وثوابت الهيئة. والمحور الرابع: صفحات الجريدة وأعمدتها ودورها في صناعة الرأي. أما المحور الخامس فهو يعنى بثمرة 20 عاما من الصحافة المناهضة للاحتلال ونظامه السياسي في العراق. نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم، ونبدأ دكتور مع المحور الأول الذي يعنى بفكرة التأسيس وتحديات الانطلاقة. والسؤال المطروح في هذا المحور: لماذا البصائر؟ الاسم والمنهج والمثابة، هل هي امتداد لتجربة مماثلة أو إنها فريدة في الرأي والتصور والخطاب؟ كيف كانت ولادة الجريدة؟ وماذا واجه الرعيل الأول في خطواته الأولى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وشكرا للإخوة في قصوي الثقافة والإعلام على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الاحتفاء بجريدتنا جميعا، جريدة البصائر في الذكرى 20. لا، هذه الأسئلة حقيقة أسئلة مهمة جدا ومعبأة بتفاصيل كثيرة، والذاكرة تسعف في الغالب، ولكن أحيانا نضطر إلى الرجوع إلى هذه التجربة للوقوف على كثير مما قام بها أو قام به من أسسوها في البداية. التجربة طبعا هي جديدة في العراق لأنها صحافة إسلامية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وصحافة رأي كاملة ورأي مستقل، وتعلمون بأن هذا الأمر لم يكن متاحا قبل الاحتلال، وحتى بعد الاحتلال كان هناك غزو إعلامي كبير جدا، غزو مؤدلج من القوى السياسية والأحزاب والميليشيات والجهات التي جاءت مع الاحتلال أو تعاونت مع الاحتلال، وسعت سريعا من أجل فرض رؤيتها وجهة نظرها عن طريق إصدار مئات الصحف و الإذاعات والتلفزيونات الأرضية المحلية ثم الفضائيات. فعندما ولدت البصائر في وقت مبكر جدا في 2/8/2003، يعني بعد الاحتلال أقل من أربعة أشهر، كانت تجربة جديدة من حيث هذا المعنى الذي ذكرته، جديدة من حيث أن هيئة أو جمعية أو رابطة علمائية تقوم بهذا، بعد أن كانت تقوم به روابط الجمعيات الإسلامية في العراق على مدى عقود طويلة منذ بداية الصحافة الإسلامية في العراق عام 1910.
ولكنها كانت في الغالب صحف تأخذ نمطا واحدا، نمطا يتجه إلى بيان الرأي وتعزيز الثقافة الإسلامية والموعظة وما إلى ذلك من أخبار في قوالب، لنقل قوالب محدودة من قوالب وفنون العمل الصحفي، ولم تكن التجارب الواسعة التي تجمع بين الخلفية الإسلامية وبيان الرأي ومراعاة كل فنون الفن الصحفي متاحة في العراق قبل ذلك، بل حتى بعد الاحتلال أيضا أقول مرة ثانية مارستها بعض الصحف. هناك صحف كانت صادرة قبل الاحتلال تسمى صحف المعارضة، تصدر هنا وهناك في عواصم العالم، لم تفعل إلا أنها نقلت هذه الصحف وإداراتها، بل بعضها لم ينتقل أساسا إلا بعد حين إلى العراق مع إمكانيات مادية كبيرة جدا، بينما تجربتنا تجربة وليدة، وبدأها مجموعة من العاملين في الهيئة من لهم اهتمام وعناية بالجانب الإعلامي وإن لم يمارسوا الصحافة سابقا، فكانت التجربة صعبة ولكنها كانت مميزة لهذه الأسباب. سبب آخر ينضاف إلى ذلك أنه كانت الجريدة في مواجهة احتلال، وهذه هي الصفة الملازمة للبصائر، أنها جريدة تتصدى للاحتلال وتتصدى لمشروع السياسي. صحف ذلك الوقت تصدت قسم منها للنظام السياسي، قسم منها تصدى للاحتلال ولكن اختفى بعد مدة لعدم قدرته على المطاولة، وقسم آخر تصدى ولكن وفق حسابات معينة لا يريد أن يندفع بشكل واضح وصريح وكامل في مواجهة غير محسوبة من البداية، لكن البصائر فعلتها، فهي تجربة جديدة من هذه الجوانب. أما كونها اعتمدت على شيء أو كانت لها مثابة، نعم مثابتها الخلفية الإسلامية أولا، الرؤية الوطنية التي قامت عليها وحاولت التوفيق بين هذين الجانبين، وهي محاولة أيضا جديدة وصعبة قلما يعني قامت بها جهات إعلامية أخرى في العراق بعد الاحتلال. فإذا كانت ظروف الولادة صعبة في ظل هذه التحديات، وفي ظل أنك تريد أن تنتج تجربة صحفية ملتزمة بمعايير العمل الصحفي، ملتزمة برؤيتها ومثابتها الإسلامية، تحافظ على صورتها الوطنية وخطاب الوطني في ظل استقطاب طائفي وعرقي كبير في العراق، كل هذه تحديات، تحدي داخل تحدي، ليست جريدة لحزب تتبنى وجهة نظر حزب أيا كانت كما هي الجرائد الحزبية وقتها، وليست جريدة عامة تخاطب العراقيين جميعا وتراعي ظروف الوقت بدون أن تتخذ موقفا معينا، وهنا كانت فرادة هذه التجربة. أما استمداد التاريخي فهي اعتماد على ثوابت وقواعد العمل الصحفي الإسلامي لرواد الصحافة الإسلامية سواء كان في العراق أو خارج العراق، وهذا كان موجود عند المؤسسين الأوائل، يعني 2 أو 3 من المؤسسين الأوائل كانوا يختزنون هذه الرؤية وهذه المعلومات، وحاولوا يعني جعل حلقة وصل بينها وبين الصحافة الإسلامية وقتها، وتعلمون تماما أن الاسم مقتبس، الاسم في التجربة هذه مقتبس ولكنه اقتباس عن اختيار، فمجلس الشورى وقتها اجتمع من أجل مناقشة إصدار جريدة بعد أن قدم المقترح من أحد الأعضاء، تم إقرار الفكرة، ثم بعد ذلك لجوا إلى اختيار الاسم، تم تقديم حوالي 12-13-14 اسم مقترح، كل اسم منها يراعي معنى معين، ثم بعد عملية سبر وتقسيم وحصر وصلنا إلى 4 أسماء، أخيرا اختار الحاضرون البصائر، فوافقت ما كان في بال ونية بعض العاملين على إصدار الجريدة اقتداء بتجربة صحفية متميزة، وهي تجربة جريدة البصائر الصادرة عن جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، وهكذا فتح الله سبحانه وتعالى لنا. وأيضا هي نوع من البصائر لأنها كانت تريد أن تبصر العراقيين بواقعهم بواجبهم بما ينبغي عليهم ما ينبغي، فهذه كانت ظروف الانطلاقة الأولى والتجربة. أما الصعوبات فكثيرة، قسم منها ورد أثناء الحديث، وقسم آخر هو قلة الإمكانيات، كان جهد ذاتي، كانت في بيت لما بدأنا في البيت العدد الأول والثاني والثالث، بعد الثالث انطلقنا إلى أنه عملنا مكان معين مكتب في مقر الهيئة وقتها، ثم بدأنا بإصدار العدد من خلال محرر واحد ومصمم واحد ومصحح لغوي، ثم بعد ذلك بدأنا بالتوسع قليلا قليلا إلى أن استكملنا إلى حد ما
أدوات العمل الصحفي من خلال استكتاب بعض الكتاب، وأيضا تعيين بعض الصحفيين السابقين العاملين في الصحافة العراقية قبل الاحتلال. فحاولنا أن نزاوج بين الأمرين، وأيضا ننقل تجربة وخبرة هؤلاء إلى العاملين والهواة الجدد في الجريدة. وصلنا إلى مرحلة أن كادر الجريدة تجاوز 12 و 13 يعني 14 شخص بحسب الظروف. ثم حتى بعد ظروف الخروج من العراق واضطرار الجريدة للخروج من العراق، حافظت الجريدة على كادر متوازن يتراوح بين 8 و 9 و 10، يزيد أو ينقص لتوفية كل المتطلبات. فكما ترون هي حاولت أن تجد لها موضعا بين مئات وسائل الإعلام الموجودة في العراق وقتها. أما الرقم رقمه في الصحافة، يعني هذا الرقم ممكن نستدل عليه بمعطيات محسوبة، ما نتكلم كلام نظري عام. من هذه المعطيات هو انتشاره، انتشرت في كل أنحاء العراق تقريبا إلا في مكان واحد، إلا في محافظات كردستان منعت من الدخول لأسباب، لأنه تكلمنا يعني تناولنا بعض القضايا التي لها صلة بموضوع كردستان وما إلى ذلك من في سياق وطني فمنعت. لكن باقي المحافظات كانت تصلها جميعا إلا إذا كان هناك تقصير من الموزع أو جهة ما منعت توزيعها، كما حصل في الديوانية وقتها عندما منعت الميليشيات توزيع الجريدة. أما كحجم، وصلنا إلى حجم توزيع 13,000 نسخة، طبعنا يعني أعلى عدد للبصائر 13,000 نسخة، وهذا لم تستطع أن تفعله إلا الجرائد الرسمية وشبه الرسمية وقتها. ومعروف الجرائد الرسمية وشبه الرسمية، جريدتين فقط تفوقت على البصائر من حيث العدد. أما من حيث الكمية لجريدة حزبية فلنسميها هكذا، أو تصدر من جهة توصف بأنها جهة سياسية وغيرها، فالرقم كبير جدا. كان معدل جرائد الأحزاب والقوى الأخرى 1,000، 2,000، 3,000، 4,000، 5، أقصى شيء 10. وصلنا إلى توزيع 13,000، ثم وزعت خارج العراق في أحد البلدان العربية. الأمر المؤشر الآخر هو التجاوب مع ما تطرحه الجريدة، يعني العدد الثاني في منفذ بيع واحد في مكتبة معروفة في بغداد بيع منها بمجرد صدور 150 نسخة، وهذا مؤشر كان مهم وكبير جدا وقتها بسبب ما احتوته من صور، ولا سيما الصورة التي كانت تنشرها عن خسائر قوات الاحتلال الأمريكي. أما الذكر والإشادة والحديث عنها وعن تجربة هذا كثير، الشواهد كثيرة جدا لا تتسع هذه العجالة للإجابة عن ذلك. عفوا، هذا الرقم، رقم البصائر في الساحة العراقية والساحة الصحفية، حقيقة هو رقم مميز، لأن إذا نظرنا إلى ما أدته البصائر في تلك المرحلة مع الضخ المادي والسلطوي الذي منحه الاحتلال لصحف ووسائل إعلام مختلفة تدعم مشروعه، نجد أن البصائر كانت يعني أشبه برأس حربة في مشروع الإعلام المقاوم. دكتور، دعني أنتقل إلى السؤال الذي يبحث عن إجابة، هو كيف استطاعت البصائر رغم كل ما يحيق بها من ظروف وتحديات، كيف استطاعت أن تضبط خطابها الذي يجمع بين سياقات الأصول الصحفية المتعرف عليها من حيث كتابة الأخبار والمقالات والأعمدة مع محتوى فكر الهيئة، على اعتبار أن هيئة علماء المسلمين لها فكرها ولها ثوابتها ولها أدبياتها ومنطلقاتها، كيف وافقت الصحيفة بين النمط الصحفي وبين نمط الخطاب الفكري للهيئة؟ هذا هو أحد يعني التحديات اللي ذكرناها قبل قليل في الإجابة عن أسئلة المحور الأول، أن تضبط خطابك وفق ما تريد الهيئة وفق رؤيتها الوطنية مع مقتضيات الخطاب الوطني مع مقتضيات وأساليب العمل الصحفي في جريدة توزع شعبيا. وجريدة توزع شعبيا بمعنى أن كل مستويات وأطياف الشعب العراقي التي تريد أن تطلع عليها ستطلع عليها، ليست موجهة إلى فئة معينة أو نخبة من الناس. وإحنا كنا نوزعها عن طريق التوزيع أيضا، عن طريق المساجد، عن طريق أعضاء الهيئة ومكاتب الهيئة وفروعها في المحافظات، فكانت تصل المساجد وكانت تصل مجانا. وهذا تحدي آخر، يعني المردود المادي كان يعني ضعيف جدا، وصلنا في مرحلة أنه لا يوجد مردود مادي. نعم تباع الجرائد وغيرها، ولكن تستنزفها أمور الطباعة وغيرها، فكانت توزع عن طريق المساجد. توزيع عن طريق المساجد وسع من مساحة الانتشار. توسعة مساحة الانتشار تقتضي بأنه تراعي كيف تخاطب هؤلاء الناس. يعني الجريدة ليست كبعض الجرائد التقليدية، ننشر بيانات الهيئة وتصريحات الهيئة والحوارات مع أعضاء الهيئة ونشاطات الهيئة ونكتفي بذلك. هذا كله كان له صفحة واحدة، هي الصفحة الثانية الداخلية،
خبر رئيسي في الصفحة الأولى، ثم تفاصيل ما يتعلق بالهيئة وأعماله ونشاطاته وبياناته ومواقفه في الصفحة الثانية، وتزاحمها أيضا الأعمدة، هناك عمود في الصفحة الثانية أو أكثر من عمود. فلذلك كنا نلجأ إلى مراعاة هذا الأمر، وحقيقة كانت هناك صعوبات كبيرة جدا، لأن صياغة الخبر تحتاج إلى إعادة نظر مرات عدة من وجهات يعني نظر مختلفة. يعني المحرر لما يصيغ الخبر، سكرتير التحرير يقرأه، ثم مدير التحرير، ثم رئيس التحرير، عندما تكامل عندنا الكادر. في البداية كان الكادر أقل من هذا. نقطة أخرى، عندما عمل معنا بعض الصحفيين كانوا يأتون بالأخبار ويصيغونها وفق صياغاتهم المعتادة، هذا كان يفرض علينا التدخل في هذه الصياغات لأنها تراعي الفن الصحفي ولا تراعي البعد مثلا الذي تريده الهيئة في إيصال أفكار الناس. حقيقة واجهنا صعوبة، ولكن الحرية التي أعطيت لنا من الهيئة في إصدار الجريدة وثقتهم في القائمين عليها جعلنا نتصرف يعني بطريقة مناسبة. ولا أذكر أنه حصلت إشكالات في هذا الموضوع إلا في مرات قليلة جدا، لأن هناك من يريد أن تكون صورة الهيئة أوضح وأظهر، وهذا حقهم، يعني جريدة وصادرة عن الهيئة، ولكن ظروف العراق في تلك المرحلة، بل ظروفه حتى الآن، وهذا ليس في البصائر فقط، حتى في وسائل إعلام الهيئة الأخرى ومنصاتها ومنها قناة الرافدين. أنا أنشأت جريدة وأنشأت فضائية وأنشأت هكذا، يعني الهيئة تتحدث عن نفسها، أنشأنا كذا أنشأنا كذا، مو من أجل أنه نتحدث فيها، ممكن نظهر في الفضائيات الأخرى كما قال أحدهم مرة، نشتروا حصة في القناة الفلانية، حصة يعني زمنية وغيرها، حتى تذكرون وتبينوا وجهة نظركم. لا، الأمر ليس هكذا، أريدها وسيلة إعلامية وطنية تتبنى الهم الوطني العراقي وفق رؤيتنا، رؤيتنا الخاصة، البيان، الفتوى، الحوار، التقرير، الرأي، تظهر داخل حقه في الجريدة، ولكن بقدر. أنا لا أتحدث إلى جمهور هيئة علماء المسلمين فقط، وإنما أتحدث إلى العراقيين عموما. نعم، هناك ملاحظات فنية وشكلية وغيرها، لأنه كما قلت التجربة جديدة ووليدة، ولم نمارس الصحافة قبل ذلك. عندما جاءنا بعض الإخوة من الصحفيين أيضا واجهنا صعوبة، ساعدونا في الجانب التحريري نعم، ولكن في الجانب الآخر وهو كيفية إدخال أفكار الهيئة، رؤية الهيئة، وجهة نظر الهيئة فيما ينبغي العمل عليه، مو أفكاره العقدية أو الفقهية أو ما إلى ذلك، كنا نواجه صعوبة لأنهم جاءوا من خلفيات مختلفة ولا يعرفون هذه التفاصيل، فلا بد تكون حلقة وصل بينهم وبين الهيئة. في تقديري وتقدير كثير من الإخوة اللي كانوا يتابعون الجريدة أنه نجحنا في إيصال هذا الأمر، وأرسينا قاعدة لعمل صحفي جديد في العراق يجمع بين الأمرين. يعني إذا واحد يرصد الآن، وأنا معي نماذج من الأعداد الأولى إلى أن توقفت عن الطباعة البصائر ورقيا، إذا يرصد الأخطاء والهنات أو المخالفات يجدها قليلة جدا، وأحيانا تجدها في أعمدة الرأي، في أعمدة الرأي، أو أشياء أنها نشرت بدون متابعة لظرف ما. وهنا أختم بالظرف الذي كنا نعيشه، ومعي الآن الأخ حارث الأزدي رئيس تحرير الجريدة اللي عاش معنا هذه المعاناة طوال السنوات، وبعض الإخوة من العاملين في الهيئة موجودين الآن معنا في القاعة عاشوا معنا هذه التجربة، من كانوا يعملون معنا أو في الأقسام الأخرى. يعني تبدأ الجريدة كانت تصدر يوم الأربعاء، وكنا حريصين على إصدار يوم الأربعاء، إن تأخرت يوم أو يومين يعني كان الأمين العام يسأل الأخوة الأخرين يسأل، وما حدث هذا إلا في مرات نادرة لظروف طارئة، بينما باقي الجرائد ما كانت منتظمة، إحنا حافظنا على هذا الانتظام، يوم الأربعاء لابد يوم الأربعاء تخرج، فنبدأ بالعمل من الخميس إلى الأربعاء، لكن يوم الإصدار من الصباح إلى المساء، ولابد عندما نكمل عملنا في ساعة متأخرة ننقل هذا العمل إلى مكاتب الفرز كما تعرفون الآلية العمل، وما موجود هاي غير بالباب الشرجي بالبتاوين، وما تخلص إلا ساعة 9-10 بالليل في ظل يعني حظر تجوال، في ظل تجول قوات الاحتلال، وما نرجع إلى البيوت إلا في ساعة متأخرة وفي ظل مخاطر كبيرة جدا. بل أحيانا كنا نعمل، وهذه المعلومة أظن ما ذاكرينها سابقا، لأن كمان كان أمام مقر الهيئة عندما كنا في كورنيش الأعظمية مقر لقوات الاحتلال، وهؤلاء يعلمون بأن الدوام ينتهي عصرا ولا يسمحون ببقاء أحد في المكاتب مساء، وإحنا مضطرين ماذا نفعل؟ كنا نطفي الأضوية وندخل في غرفة داخلية ونشتغل أحيانا على أضواء الهواتف أو على أضواء أخرى
أو نفتح ضوء غرفة داخلية حتى لا نجلب انتباههم، وعندما نخرج نخرج من الباب الخلفي، ندخل على منطقة العظمية ثم نخرج بعد ذلك من أجل أن نذهب إلى الباب. فهذه التحديات، لكن يعني قلت مرة سابقة في ندوة سابقة وأدعو العام أحد الناشطين أحد المهتمين أحد المعنيين يدرس لنا البصائر ويحلل خطاب البصائر، وثاني يدرس لنا البصائر وطريقته في تناول الخبر وهل راعت الفنون الصحفية أو لا. نعم قد لا نصل إلى النتيجة التي خلينا نقول الطموح، ولكن أعتقد أنه نسبة نجاح البصائر في الموازنة بين الأمرين لا بأس بها، وهي تجربة ينبغي أن تدرس علميا يعني. نعم دكتور، نحن نتحدث عن جريدة، فالمتصور في الذهن هي صفحات وأعمدة وأبواب، هل لكم أن تحدثونا عن طبيعة صفحات الجريدة، أبرز أعمدتها، إذا كان ممكنا أبرز الكتاب الذين دونوا في هذه الجريدة؟ والسؤال الذي ينبثق من هذا السؤال، كيف تمكنت هذه الصفحات وهذه الأعمدة من تعزيز وترويج الرأي والخطاب المناهض للاحتلال والعملية السياسية؟ بارك الله فيك. طبعا الجريدة مرت في مرحلتين في هذا الجانب. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس بسبب الظروف التي ذكرناها، فالأعداد يعني الأول والثاني والثالث والرابع الخامس السادس يعني السابع يعني إلى العاشر تقريبا. بعد ذلك لا، أخذت الجريدة نمطا آخر واستقرت على شكل فني معين. الأعداد الأولى نستطيع أن نقول كانت أعداد تجريبية من حيث الشكل الفني لاختيار الرؤية المناسبة واختيار الحجم المناسب للجريدة، اللي هو الحجم الصغير التابلويد له الحجم الكبير الحجم المعتاد. كانت هناك وجهتا نظر، استقرت بعد ذلك على الحجم الكبير إلا في الظروف اللي كان سعر الورق يصعد أو غير متوفر أو ما إلى ذلك، نضطر أحيانا نصدرها بالحجم الصغير. طبيعة الورق أيضا، هل الورق ملون غير ملون، بدأنا من البداية يعني ملون من أجل أنه نحقق لها الانتشار، وحافظنا على هذا في خاصة في الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة وأحيانا بعض الصفحات الداخلية. أما من حيث الحقول وغيرها، المرحلة الأولى طبعا ما كانت متكاملة يعني بالشكل الذي نريده، لكن بعد الأعداد كما ذكرت بعد العاشر فصاعدا لا، أصبحت الأعمدة محددة والأبواب محددة والصفحات محددة. يعني مثلا عندنا الآن العدد الثالث، وهذه هي صورة العدد الثالث، هذا هو الشكل الفني للعدد، فيه طبعا عناوين رئيسية، فيه خبر رئيسي وعادة يتعلق ببيانات الهيئة ومواقفها أو حادثة معينة مثل هذه. وهذه نقطة مهمة، يعني العدد الثالث يتحدث هيئة العلماء تقيم تجمعا كبيرا للعلماء والمشايخ وطلبة العلم في جامع الإمام أبي حنيفة للدفاع عن الوقف الإسلامي. لاحظوا قضية الوقف أول من دافع عنها هي الهيئة، وهذا الإثبات ندوة كبيرة جدا في جامع أبي حنيفة، هذا الخبر الرئيسي لأنه حدث مهم. ثم فيها بيان العمود أو كلمة البصائر اللي تعبر عن رأي البصائر، وكان يكتبها رئيس التحرير وأحيانا يكتبها الأمين العام للهيئة نفسه الشيخ خالد الضاري رحمه الله في الظروف التي تتطلب ذلك، وأحيانا يكتبها يعني مدير التحرير الأستاذ حارث الأزدي. هؤلاء الثلاثة هم الذين تعاقبوا على الكتابة في هذا العمود. ثم اقرأ في هذا العدد، وهذا متغير، مرات يكون في الصفحة الأولى مرات يكون في الصفحة الأخيرة وهكذا. ثم أخبار، وأخبار سياسية ولا تتعلق بالعراق فقط، الأعداد الأولى متعلقة بالعراق فقط لأنه حادثة الاحتلال وبداية، وبعد ذلك لا، استقرت الجريدة وبدأت تتناول أخبار العالم العربي والعالم الإسلامي وبعض الأحداث العالمية، يعني انطلقت ووسعت في مراعاة الأخبار عامة. الصفحة الثانية اللي هي فيها بيانات الهيئة، فيها أخبار الهيئة التفصيلية، وفيها عمود ثابت لأحد الكتاب اللي كتبوا معنا من البداية. ثم صفحة الرأي كانت عنوانها مقالات، ثم بعد ذلك صفحتان يعني في الوسط فتاوى دراسات شرعية، ثم صفحة المرأة والطفل المسلم، ثم بعد ذلك مرافق الإبداع اللي هي الصفحة الثقافية، ثم الصفحة ما قبل الأخيرة، وكانت تنشر في الأعداد الأولى نصوص من بعض الكتب المهمة، والصفحة الأخيرة كانت تحوي اللقاءات وبعض جرائم الاحتلال بعض الإعلانات، وأيضا عمود صحفي يكتبه أيضا سكرتير تحرير الجريدة. هذا مثلا العدد الثالث كان عن تجربة هيئة علماء المسلمين في
رعاية المراكز الصحية الخيرية التي أسستها وقتها وبلغ عددها قرابة 90، واللقاء مع الشيخ عدنان العاني اللي كان يشرف على هذا الأمر، وأعداد من ذلك. بعد ذلك تطورت، نأخذ من الأعداد العدد رقم 21 مثلا. الشكل الفني لاحظوا تغير، الشكل الفني تغير، لأن صار عندنا هنا مصمم فني خبير بهذا العمل بغض النظر عن جماليته أو غيره، وإنما صار واقع. الجريدة كبرى. هذا العدد طبعا في 20 كانون الأول 2003، لأن الجريدة صدرت في 2008، يعني بعد 4 أشهر تقريبا. كانت 8 صفحات، الآن الجريدة صارت 12 صفحة، في مرحلة صارت 16 صفحة، لكن الغالب عليها 12 صفحة. شنو الجديد في هذا الموضوع؟ أنه الصفحة الثانية هي صار فيها أيضا أخبار الهيئة وبعض الحوارات وأعمدة ثابتة، وهنا اعتمدنا صورة كاتب العمود مع العمود. ثم الصفحة الثالثة تقارير، الصفحة الرابعة هي الفتاوى الشرعية والدراسات الدينية. يعني مثلا هنا فتوى للدكتور محمد محروس المدرس رحمه الله عندما كان عضوا في مجلس إفتاء الهيئة، وفتوى للأزهر وصول إلقاء الخطابي لأحد المشايخ مقال، من فتاوى المجلس الأوروبي الأعلى للإفتاء، فتاوى رابطة العالم الإسلامي، وهكذا. ثم صفحة 5 دراسات شرعية، هذه دراسات وليست فتاوى، مقالات مختلفة لكتاب من قراء الجريدة أو لعلماء. هنا الصفحتان الوسطيات انتقلنا مباشرة، لاحظوا في هذا العدد، إلى التحقيقات. صفحتين للتحقيقات في وقت مبكر جدا، وهنا كان عندنا يعني صحفيون يعملون في صحف عراقية قبل الاحتلال هم يقومون بالتحقيقات. ثم صفحة اقتصادية وعلمية، ثم الأسرة والطفل المسلم، ثم الصفحة الثقافية، ثم الصفحة قبل الأخيرة أصبحت استراحة البصائر، والأخيرة أيضا كموضوعها المعتاد. وهنا حديث عن لقاء للقوى الإسلامية والقومية حول طاولة المصالحة الوطنية في بغداد، وآخر القول اللي هو عمود الصفحة الأخيرة كان يكتب فيه سكرتير التحرير أو بعض الكتاب. هنا كان المقال للدكتور عصام كاظم الراوي رحمه الله مسؤول القسم المهني في الهيئة، ثم فيها بيان عن رابطة طلبة وشباب العراق التي أسست وقتها. من كتاب الأعمدة في الجريدة، كتاب الأوائل كتب لنا الدكتور عماد الدين خليفة، واستمر مدة يكتب معنا في الجريدة، وكتب معنا الدكتور سعود الهاشمي من السعودية باسم مستعار، وكتب معنا بعض أعضاء الهيئة وبعض الإخوة من الصحفيين وكتاب العرب، اخترنا لهم مقالات واتفقنا معهم على أن ننزل لهم بعض الاختيارات بين حين وآخر. من كتاب الأوائل في الجريدة في هذا العمود، فضلا عن الأخ حارث الأزدي وسكرتير التحرير الأخ إسماعيل البجراوي ومن ذكرتهم، كان الأخ وسام الكبيسي، كان له عمود ثابت في الصفحة الثانية، والأخ الدكتور أيمن العاني أيضا كتب معنا مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة في وقت مبكر أيضا في هذه الأعمدة. ثم بدأت هذه الأعمدة تتخصص، بعضهم يكتب لنا أعمدة في الجانب الثقافي فقط كما يفعل الأستاذ حارث الأزدي أو الشاعر خضير الشيخ خضير عمير على سبيل المثال. وكنا أيضا نستقبل كتابات متفرقة بين حين وآخر لبعض أعضاء الهيئة وبعض المتعاونين معها، فكتب فيها على سبيل المثال سلاسل طويلة جدا الشيخ عبد المنعم البدراني، الأستاذ خالد طبانة، وأسماء أخرى. في صفحة المرأة المسلمة كتبت معنا هدى جلات، الأخت هدى جلات تولت تقريبا نصف الصفحة المرأة وكتبت فيها أعمدة كثيرة جدا، الله يجزيها بالخير. فضلا عن كتابات لأخوات مثل الأخت نجاة جبار رحمه الله اللي كتبت لنا أحيانا، ولكن كانت الأخت هدى هي اللي تعتمد هذا الموضوع. نقطة أخرى، أنه اعتمدت الجريدة الكتاب والمراسلين في تلك المرحلة المبكرة. كان لدينا مراسلون في العراق ولدينا مراسلون خارج العراق من بعض أعضاء الهيئة في الدول العربية وبعض المتعاونين في بعض الدول الغربية وغيرها. فكان عندنا مراسل في أيرلندا مثلا، أحد الأخوة قال أنا مراسلكم في أيرلندا وبريطانيا، آخر قال أنا مراسلكم في الصين، وهكذا بدأت تأتينا كتابات من هذا القبيل. ثم أجرت الجريدة لقاءات مميزة في السنة الأولى مع بعض الشخصيات العربية والإسلامية من خلال زيارتهم للعراق أو من خلال وفود الهيئة التي تخرج للخارج، وأبرز الحوارات التي جرت
في السنة الأولى كما أذكر كانت مع الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله. بارك الله فيكم دكتور. هذا العرض الشيق يقودنا إلى السؤال الأخير في محور في المحور الخامس من هذه الندوة. بعد 20 عاما من العطاء والبذل والمواقف السديدة التي تبنتها البصائر، كيف تنظر البصائر إلى نفسها اليوم؟ وكيف ينظر لها سواء من زوايا داخلية أو زوايا خارجية؟ ما هو تقييم البصائر من وجهة نظركم، من وجهة نظر الجريدة نفسها، من وجهة نظر القراء؟ بارك الله فيك. هناك يعني تقييم جانب من وجهة نظرنا من الحديث الذي جرى قبل قليل، ظروف النشأة والتحديات، نعتقد أنه قمنا بالواجب في الوقت الذي تعين علينا هذا الواجب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا علينا. هل وصلت الجريدة إلى مستوى الطموح الذي كنا نتمنى؟ أنا أقول لا، رغم كل الإيجابية، على الرغم من كل الإيجابيات التي ذكرت والنقاط الإيجابية، ولكن لم نصل إلى الطموح الذي كنا نتمناه، لعدم توفر الإمكانيات أولا، ولعدم توفر الكوادر بسبب الاعتقالات وتخوف بعض العاملين معنا، ولا سيما بعد أن نشرت الجريدة أشياء خطيرة جدا وكشفت كثيرا من جرائم الاحتلال، وكان هذا يعني خلينا نقول شغلها الشاغل، وخاصة الصفحة الأخيرة اللي كانت تنشر جرائم الاحتلال وخسائر قوات الاحتلال وجرائم الميليشيات. وأبرز ما فعلته في سنتها الأولى هي كشف جريمة ملجأ الجادرية وأخونا الشيخ حمد الخزرج الآن الذي ذهب ضحية هذا الأمر للأسف، واعتقل يعني بسبب عمله مع الهيئة، اعتقل في ملجأ الجادرية وعانى معاناة شديدة جدا، ومع ذلك كانت الهيئة ساعية إلى كشف الجريمة من خلال البصائر، والسعي لإطلاق سراح من كانوا في المعتقل ومنهم الشيخ أحمد الذي من الله عليه بالسلام والحمد لله. كانت نقطة بارزة هي أن الهيئة هي من كشفت ذلك، فضلا عن ذلك البصائر كانت منصة لما كشفته الهيئة، ولا سيما ما كانت يعني الأفواج في وقت اللي كانت تسمى بأسماء الحيوانات وغيرها، وقت الشرطة الاتحادية وغيرها. يعني إحدى المنظمات الدولية تقول أول من أشار إليها هي هيئة علماء المسلمين، وقد نشر المؤتمر الصحفي عن هذا الموضوع في البصائر. لم نصل أيضا إلى الطموح من حيث الشكل، يعني رغم أنه أنا الآن أنا أعتقد أنه شكل الأول رغم أنه ليس فنيا 100%، ولكن كان أجمل من شكله الثاني، ولكن ظروف العمل ثم التزامنا برأي وخبرة المصممين الفنيين للجريدة وغيرهم حتمت علينا أن تأخذ قالبا معين كنا نتمنى أن تأخذ شكلا آخر. عدم انتظام، عدم وجود ميزانية ثابتة للبصائر ما خلاها تحافظ على شكلها وطبيعة ورقها وغيرها بالصورة التي تعمل بها الصحف والجرائد الأخرى. هذه كل الأسباب، لأنه لم يكن هناك تخصيص من الهيئة، لم يكن هناك تمويل من الهيئة للجريدة، كل قسم الإعلام بإصدار الجريدة بإمكانياته، هو ما عنده إمكانيات، فما نكتب ونشتغل ونبقى ساعات طويلة وللليل وغيرها هذه مقدور عليها، لكن الأعداد الأولى بالدين، يعني كنا نعتمد على المبيع القليل جدا، وأيضا مساعدات وردتنا من بعض أعضاء الهيئة. لكن لما تأسست أقسام الهيئة وفي جامع أم القرى وغيرها وطالبنا، أصبح لها مقر على الأقل غرفتين يعني تعمل فيها الجريدة، أو غرفة واحدة مع غرفة للهيئة نت، غرفة لموقع الهيئة نت. ذاك الوقت لا، التزمت الهيئة بالرواتب للعاملين في أما في الجريدة والهيئة نت، أما الحاسبات ومتعلقاته وما إلى ذلك كله تم تأمينه عن طريق المساعدات والتبرعات. لكن كفكرة، كمبدأ، كطريقة تعامل، كمصابرة وصمود إلى هذه اللحظة، وسعي لنقل الجريدة إلى خارج الوطن، سعي إلى نقل معاناة العراقيين، أعتقد أن أي منصف يقرأ تاريخ البصائر سيقول بأن البصائر أنجزت الشيء الكثير خلال المدة الماضية. ولا يعني دل على ذلك من استمرار حتى الآن، رغم أنها إلكترونية، صحف توقفت، مواقع توقفت، إحنا ما زلنا يعني على عزيمة وإصرار أن تبقى، ونسعى، وهذا سعي لكن الظرف لا يسمح، أن ترجع البصائر ورقية بصيغة جريدة، بصيغة مجلة، بأي صيغة أخرى، لتكون في متناول اليد. نعم القارئ الآن يسعى للقراءة الإلكترونية، ولكن لا يضر أن تكون هذه وثيقة من وثائق مقاومة البصائر للاحتلال. وأختم أنه
في أحد المؤتمرات وتحديدا مؤتمرات القدس اللي كانت قيمة مؤسسة القدس، كان في كل عام مؤتمر كبير في إحدى العواصم. عقد مؤتمر القدس سنة 2007 أظن أو 2008 في الجزائر، وحضور كبير جدا. أحد القوميين، قومي من الجزائريين، شخصيات القومية الجزائرية، اطلع على البصائر عن طريق أعضاء الهيئة اللي كانوا في الوفد وزعوا جريدة البصائر، فوقف أمام المؤتمر يقول لهم هذه جريدة تصدر في العراق وفي ظل الاحتلال وتتحدث بهذه الطريقة وبهذا السقف العالي اللي ما نستطيعه احنا في بلداننا غير المحتلة. هذه شهادة من شخصية نعرف اسمه إن شاء الله، جزاه الله خير على هذه الشهادة، ولكن هذا مثال. ثم توزيعها، وزعت الجريدة مرة في سوريا، حصلنا على موافقة رسمية للتوزيع في سوريا عدة أشهر، كانت تنفد من الأكشاك كما أخبرنا أهل الأكشاك، لأن السوريين العرب عموما متعطشين لها، زد على ذلك العراقيين. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيك. في ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والثناء لضيفنا العزيز الدكتور مثنى حارث الضاري على ما تفضل به، ولكم مشاهدين الكرام وضيوفنا الأعزاء كل شكر وتقدير، وعلى أمل اللقاء بكم في مناسبات أخرى إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.